رغم الدمار الذي خلفته أشهر المعارك في كوباني، لا زال أهلها يفضلون العودة والعيش في هذه المدينة المدمرة على البقاء في أرض النزوح. الخراب الذي أصاب منزله وعيادته لم يمنع الدكتور أحمد قادر من العودة إلى المدينة ليرمم بيده ما يستطيع ويباشر من جديد دورة الحياة التي اعتاد عليها. على ما يبدو لن ينتظر أهالي كوباني العالم الذي ربما يتأخر ليعيد إعمار المدينة المدمرة، إنهم يعودون ويعمرون بأنفسهم منازلهم ومدينتهم المنكوبة. لأرى نيوز، كوباني، سوريا.